وايد نصف تونسي نصف مغربي. صباح اخت ادلو انا وايد من اصل تونسي. اي شيء توكلنا على ربي بسم الله الرحمن الرحيم باش نعملوا رياكسيون على اخونا وايد. انا وايد وايد مقود الخاوي عاطف اخوص يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا معلم يا معلم يا معلم بعد الكام تايلر اواي نعم واي اواي نعم هو سيموس نعم هو سيموس هذا انت هذا هو انا بالله تعالى ما تعلمنيش هذوما عندك جمعة بحذية جايبك من المغرب صارف عليك تيكي طيارة وصارف عليك ماكلة ونعطي فيه في المعدنوس ولا فاش نعطي فيه ومتعلمنيش الفازات هذوما ساقط قول لنا اوايت برجوليه مزيت ولا ماكش مزيت يا اخويا ميكرو انا حضرت لك ميكرو اخويا اتكلم قول لهم انت مزيت ولا ماكش مزيت اتكلم اخويا اتكلم والله ما مزيت شنو ماكش مزيت اصاحبي شنو الهيد شوت هذا نكمل نتفرج لحظه نكمل نتفرج وبعد فهمنا كيفاش تضرب الهيد الاحمر هذا والله ما مزيت اوايت اوايت هذه روم ولا رنكد هذه ايش بيهم واقفين يا صاحبي روم ولا رنكد بصراحه جاوبنا بصراحه مش منيتك رنكد يا صاحبي شوف كان 46 واحد انا باش نرجع شويه نشوف والله كيف ما قلت انت 46 واحد اي جي جي اواي تقسم بالله مقود يا صاحبي برجولية برجولية ضربة السويتش هذه لازمك تعلمها لي صافي بعد شنو نسكت بعد باش تعطيني السر اخر الفيديو في اخر الفيديو تعطيني سر الهيد شوتات وسر اللعب بتاعك صافي الخاوة اوكي انا يعني باش نكمل نتفرج في الفيديو وبعد وعدني اللي انت باش تعطيني السر صافي بعد اوكي اوكي يا وايت اخوي الغالي يلا خاولي والله مقول يا صاحبي والله والله جيجي عليك والله والله جيجي الخاو تعرف تستحق باش نعطيك كادو يا صاحبي وين ايجا اخويا ايجا كعبه معدنوس مازالت جديده قولها ها من عند خوك واسيموس يلا كولها هنكملوا نتفرجوا هو توا كيف ما قال لي وايت قال لك انا كل فيديو نعمله نجيب فيه حاجه جديده فهمت كانت تذكروا كانت الباني جامب وتذكرتها وايت وقت اللي كنت تنقز وتضرب توا وبعد الفيديو اللي بعده جاب يضرب ويدير السويتش الفيديو هذايا كانكم لاحظتوا الحاجه اللي بركز فيها وايت انه حكاها لي هو ديجا ساعه شويه قبل ما نبدا نصور الفيديو كيفاش كي الخصم يقرب له برشا هو يعطيه هيد شوت شوف لحظه استنى هذا هاي هذي هذي شوف هاي هاي خلاص وان طاب واو 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 Thank you for I have surprise for you with Tunip. اوايت الخاوة ديالي تعمل في الاشهارات
تعمل في الاشهارات وجايني تقول لي ما عنديش فلوس. ياك تعمل في الاشهار 2500 دولار ومنش عارف شنو. جايني من هنا من المغرب حتى 10 دولار ما عندكش. وين عدي علي الاشهار هذا. يا وايت صاحبي ما نجمش نكمل نتفرج فيه الفيديو والله والله برجوليه جاي جاي عليك الخاوه ديالي. باه يا خويا تو باش تعطينا السر نتاعك نتاع هاد شهاداتك ولا ماكش باش تعطينا برجوليه وايت؟ راني انا انت يرحم والديك اليوم تشرفتنا خويا في القناه. اما خويا احنا نحبوا نعرفوا شنو سر الهيد شوتات والضرب الاحمر هذا يا واحد وكذا. خويا اعطينا السر. صافي بلاتي دابا نعطيك والله. يا الله راني نستنى. شنو هذا واي؟ جبته معاك من المغرب هذا وايده؟ واه 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 زيت الزيتون صح وايده صاحبي. عيش لي خويا وايد يا بيك. عيشك وايد يرحم ولديك وايد يرحم ولديك. واه واه ناخذها الكل. عيشك يا وايد. عيش خويا عيش خويا. الاولاد من هنا وغادي باش نولي وسيم 444 ما عادش وسيموس. تنساوش تتابعونا في اليوتيوب بقناتي الثانيه الانجليزيه باش نهبط فيها لقطات جلد كيف ما خونا وايت عطاني سر المهنه. ثانك يو الناس الكل. ما تنساوش اللايك والسبسكرايب. اي لاف يو سو فاكن مات. ونحب نقول لكم خاطر فما يمكن بعض الناس يقولوا كذا واحد رانا الفيديو كامل نفدلكو خويا وايت راهو في المغرب راهو فهمتي ولا راهو ماهوش ارنب بالحق وراهو ماهوش مزيد حاسيلو خويا. تنساوش اللايك والسبسكرايب. نحبكم برشا الناس الكل. ملتقانا ان شاء الله في فيديو جديد بعد يومين. باي باي. واو 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 والله لا ولا فيديو رياكسيون ضحك مش نورمال. بيه بيه جو جو بيه فيديو وايت مقود. طولوا لايك وزيموز. ادهن ادهن بالزيت ادهن ادهن الزيت يا ودي زيت النكناك امرانيك يضرب في الفالورانت صاحبي ولا كي يا اخوي. صاحبي يا اخوي مزيت مش مزيت هذيك اموره يخدم على روحه. الناس انسان عم في كونتيني ناجح بالقدام بالقدام ما شاء الله عليه. الفيديو اللي هبطه جيب له 10 ملايين هيك الخبز منه الحمد لله. دايما هي الفري فاير مش دايما خليه ينتج. وهكا هو كانسان معناتها طبعه مش خايب. انسان بالنسبه لي انسان متربي. حتى وقت صارت الحكايه قبل مع بدر وكذا ما فماش بيناتناش مشكله ولا قاعد بيناتنا حسد ولا معناتها بيناتنا هو مكرز من الموضوع على حاجه. حتى حكينا نورمال عادي وحد شيء وفهم شيء نورمال على الاخر.